بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل بعد كده في الراوتر باسورد. تمام، ايه الراوتر باسورد؟ ازاي ان انا بحط باسورد على الراوتر؟ تمام، اول نوع من انواع الباسورد اللي هو كونسول باسورد، النوع الثاني انيبل باسورد، سيكريت باسورد، اي او اكس باسورد، تلنت باسورد. نمسك واحد واحد بقى. النهارده ان شاء الله هناخد الثلاثه دول. تمام، الاثنين دول هنأجلهم اصلا الاي او اكس لغايه ما نعرف اصلا الكومبوننت بتاعه الراوتر عشان افهم اصلا يعني ايه اي او اكس او اوكسيلري. التلنت هنأجله لغايه ما نتعلم ازاي احط اي بي على الراوتر، لان اساسا عشان ان انا اتلنت على الراوتر لازم اتلنت بايه؟ بالاي بي، وانا لغايه دلوقتي لسه مش عارفه ازاي بحط اي بي على الراوتر. تمام، نمسك اول نوع بقى اللي هو الكونسول. ايه الكونسول ده؟ انا دلوقتي مثلا لاي سبب من الاسباب معديه من قدام الداتا سيلر وصدفه الباب مفتوح ومعايا في شنطتي اغلب الوقت كابل كونسول، اروح داخله حاطه كابل الكونسول اصلا. تمام، وداخله على الراوتر مبوظه الدنيا. في ناس تقول لي يا سلام هو سهل قوي كده، حد يعمل كده؟ لما اوقف الفيديو هقول لكم سيناريو انا اتحطيت فيه اصلا بنفسي اساسا كان ممكن ان انا ابوظ الدنيا فيه. تمام، فاللي اقصده انواع الاتاك دي ممكن تحصل. فانا عايزه اسكيور الراوتر، ان دلوقتي تاني اي حد يجي يدخل على الراوتر تمام يطلب منه ايه؟ بالكابل الكونسول، يعني يطلب منه ايه؟ باسورد او يوزر نيم وباسورد. باسورد او ايه يا شباب؟ يوزر نيم وباسورد. تمام؟ طيب اعمل الكلام ده في انهي مود؟ بالعقل كده، انا عايزه احط باسورد على الكونسول، يبقى يتحط في انهي مود؟ الساب كونفجريشن مود بتاع اللاين كونسول. تمام؟ يبقى هاجي هنا اقول له لاين كونسول 0 واقول له باسورد سي مثلا 1 2 3، وبعد كده اقول له لوجن. نفهم بقى كلمه كلمه. باسورد 1 2 3 ده معناه ان اي حد يجي يكونكت على الراوتر هيطلب منه باسورد كارته 1 2 3. ايه لوجن دي بقى؟ لوجن دي معناها ان السيستم او الراوتر هيطلب منك باسورد بس مش يوزر نيم وبس. هيطلب منك ايه؟ باسورد بس مش يوزر نيم وبس. تعالوا نتست بقى كده. كنترول زد اطلع الانيبل مود، اكزت اطلع بره الراوتر خالص. لو جيت ادخل المره دي لقيته طالب مني بس. تمام، 1 2 3. اخدتوا بالكم ان مفيش حاجه ظهرت ولا حتى استرسك؟ قلنا ده بيحميني من نوع من الاتاك اسمه باك شولدر. قلنا ايه باك شولدر ده؟ عبد الرحمن قاعد جنبي تمام وعينه راشقه في الكيبورد، فانا وانا بكتب الباسورد ظهر ان هم 11 استرسك. تمام، هو مش شايف الباسورد بس طلع بمعلومه. ايه هي؟ ان اغلب الظن ان الباسورد اللي انا حطيته رقم موبايل، طلع بمعلومه يبدا يجرب بناء عليه. لا، ده حتى الاسترس مش هتظهر اصلا. واضحه؟ تمام. انيبل، عشان دلوقتي اشوف كل الكونفيجريشن اللي انا كاتباها على الراوتر عندي امر اسمه شو رانينج داش كونفيج. امر اسمه ايه يا شباب؟ شو رانينج داش كونفيج. احنا هناخد بس الامر ده دلوقتي، لكن باذن الله المحاضره الجايه هنفهم ايه شو رانينج كونفيج ده بالتفصيل الممل. تمام، لو قلت له انتر قال لي هنا مثلا على سبيل المثال الهوست نيم اللي انا حطيته سيسكو. تمام، في مور تحت يعني في لسه سطور. طيب سبيس قلنا يعرض صفحه صفحه. نو اي بي دومين لقب. تمام، طيب سبيس تاني. تمام، تحت اللاين كونسول، مش هي دي الاوامر اللي انا كتبتها؟ صح، اكزيت داش تايم اوت، لوجن سينكرونس، باسورد لوجن. واخدين بالكم ان في هنا مسافه؟ صح، المسافه دي معناها ان الامر ده في السب كونفجريشن مود اللي تحت اللاين كونسول بتاع اللاين كونسول. طالما الامر بتاعك من اول السطر كده على طول يبقى ده في الكونفجريشن مود، انما طالما في مسافه يبقى ده في السب كونفجريشن مود بتاع اللاين كونسول. واضحه؟ في مصيبه هنا بقى. ايه هي؟ ان الباسورد ظهر قدام عينيا كلير تكست. الباسورد ظهر قدام عينيا ايه يا شباب؟ كلير تكست. عشان كده عايزه اتعلم دلوقتي ازاي ان انا اشفر الباسورد. عندي اكتر من طريقه للتشفير على سيسكو انكريبشن. تمام، اول طريقه اسمها 7، ودي نوع تشفير ضعيف جدا هناخده دلوقتي باذن الله وهنضربه اولموست في النو تايم. تمام، في نوع اقوى منه اللي هو الام دي 5 اللي هو مسج دايجست 5. في النوع الاقوى منه اللي هو اس اتش اي سكيور هاشنج الجوريزم. تمام، تعالوا نشوف النوع الاولاني اللي هو ال 7. علشان دلوقتي اشفر كل الباسوردات اللي موجوده عندي على الراوتر بنوع تشفير ضعيف اسمه 7، هاجي كده في الكونفجريشن مود واقول له سيرفيس مسافه باسورد داش انكريبشن. تمام، انتر. ايه الامر ده؟
انا بقول له يا راوتر لو سمحت اعمل لي سيرفيس، عايزه ايه؟ اعمل لي باسورد انكريبشن. اعمل لي ايه؟ باسورد انكريبشن. تمام. فاللي هيحصل دلوقتي ان انا هطلع على الانيبل مود اقول له شو راننج عشان اشوف فعلا الباسورد بتاعي اتشفر ولا لا، وارجع تاني اكمل شغل على الكونفيجريشن والسب كونفيجريشن. اخدتوا بالكم ان الانيبل مود بحتاجه كتير عشان شو؟ تمام. طيب علشان كده سيسكو حاولت تسهل معايا الدنيا شويه. طبعا وانا في المود ده لو قلت له هنا شو راننج داش كونفيج هيدي ايرور، لان احنا اتفقنا من شويه ان كل مود ليه اوامره، كل مود ايه ليه اوامره. تمام. علشان كده بقى سيسكو قالت ايه؟ اي امر في الانيبل مود ممكن اكتبه في الكونفيجريشن او السب كونفيجريشن بس بشرط اجي في الاول واقول له دو. تاني، اي امر في الانيبل ممكن يكتب في الكونفيجريشن او السب كونفيجريشن بس بشرط اجي في الاول اقول له ايه؟ دو. تمام. في بعض الاستثناءات الخفيفه، مش اي امر يكتب في اي مود تاني بدو، لا، الاستثناءات اللي انا بقول عليها بس. تمام. لو قلت له انتر اتنفذ اهو، لو نزلت تحت خالص الباسورد 7 معناه انه متشفر بنقطه تشفير ضعيف اسمه 7، وادي الباسورد اهو. لو حاولت تدخل بده مش هيدخلك لان الباسورد بتاعتي 1 2 3. تمام. لو جيت دخلت هنا بقى دلوقتي كده على جوجل، تمام، في مواقع كتيره جدا اساسا بتفك تشفير الباسورد دي، في برامج كتير جدا بتفك تشفير الباسورد دي. فلو دخلت هنا مثلا على سبيل المثال على جوجل وكتبت هنا كريك سيسكو باسورد، تمام، انا عن نفسي بحب الموقع الاولاني ده اي اف ام ده. تمام. لغايه ما يفتح كده ازاي باخد كوبي تاني في التيرا تيرم هايلايت. لو حبيت اعمل بيست كليك يمين. تمام. فانا كده اخدت منه كوبي. لو حطيت هنا كنترول في كريك، ايه رايكم في النو تايم؟ يبقى نوع تشفير ضعيف جدا، لدرجه اساسا ان الصفحه دي انا منزله منها كوبي اساسا عندي على اللاب اوف لاين، لان عشان لو النت فاصل او حاجه، رغم ان اصلا حتى لو النت فاصل واستخدمت الصفحه اللي انا نزلها اوف لاين برده بيجيب لي البث. شفتوا نوع تشفير ضعيف ازاي؟ تمام. يبقى ده النوع الاولاني. لو حبيت ان انا اقصر الباسورد تاني كلير تكست، لو حبيت اقصر الباسورد ده يا شباب كلير تكست، انا لسه قايله من شويه قبل البريك ان لو حبيت ان انا الغي امر بعمل ايه؟ بكتب نفس الامر في نفس المود بس اجي في الاول اقول له نو. تمام. ادي الامر بتاع السيرفيس تست انكريبشن اهو، هاجي في الاول اقول له نو. تمام. لو جيت بقى قلت له هنا شو رانينج كونفيج، مش شرط ان انا اكتب رانينج كونفيج كامله، اتعلمنا ان في اختصار في ابريفيشن. لو قلت له انتر كده ايه ده؟ احنا عملنا حاجه غلط ولا ايه؟ لا، الامر بتاع السيرفيس باسورد انكريبشن بيشفر اي باست او فيوتشر باسورد، اي باسوردات كانت مكتوبه على الراوتر او انا ناوي اكتبها على الراوتر. تمام. لكن الامر بتاع نو سيرفيس باسورد انكريبشن بيفك التشفير عن الجديد بس، القديم بيفضل متشفر. القديم ايه؟ بيفضل متشفر. وده منطقي جدا. افرض دلوقتي عبد الرحمن شغال معايا في نفس المكتب وانا طلعت اعمل كوبايه شاي، اما هو جاي جري كده بسرعه، اما عامل شو راننج لقى الباسورد بتشفر بنوع تشفير 7، اما عاكس الامر نو سيرفيس باسورد انكريبشن شو راننج تاني شاف الباسورد وقام مشفر تاني بسرعه. كل ده اصلا وانا دخلت هنا لقيته قام عامل كده وانا مش اخدت بالي خالص. ده لو كان امر نو سيرفيس باسورد انكريبشن بيعكس التشفير. تمام. عشان كده تاني الامر بتاع سيرفيس باسورد انكريبشن بيعمل ايه؟ بيشفر قديم وجديد. لكن نو سيرفيس باسورد انكريبشن بيعمل ايه؟ بيفك التشفير عن الجديد بس. حتى هنا لو نزلت تحت اللاين كونسول 0 وقلت له هنا باسورد سي مثلا 456، لو قلت له المره دي شو راننج، ها ظهر تاني كلير تكست ولا لا؟ طيب لو انا حبيت بقى ان انا الغي اللي انا عملته، عايز اتعلم بقى نلغي ازاي الباسورد عشان نتعلم ازاي ان انا ادخل على الراوتر عن طريق يوزر نيم وباسورد. تمام. من الاول اهو عشان لو حد كان اتلخبط، هدخل تحت اللاين كونسول تمام واقول له نو باسورد واقول له نو لوجن. تمام. وبعد كده تحت اللاين كونسول هقول له لوجن لوكل، هقول له يا شباب لوجن لوكل. لوجن دي معناها ان لما اجي ادخل على الراوتر هيطلب مني باسورد بس، لكن لوجن لوكل معناها ان لما اجي ادخل على الراوتر هيطلب مني يوزر نيم وباسورد. هيطلب مني ايه؟ يوزر نيم وباسورد. دردشه كده مع بعض، ايه رايكم مين الافضل، ادخل على الراوتر بباسورد بس او بيوزر نيم وباسورد؟ ليه؟ كل حاجه حصلت مين اللي كان تمام.
ها في سبب تاني؟ تمام، في اي سبب تانية؟ برافو عليك. طيب اول حاجة اني ادخل بيوزر نيم وباسورد افضل. اول سبب layer of security، layer يبقى اول سبب layer of security. بمعنى ايه؟ لو انا بدخل بباسورد بس يبقى الاتاكر مطلوب منه يخمن حاجة واحدة، لكن دلوقتي الاتاكر مطلوب منه يخمن كومتين يوزر نيم وباسورد. تمام؟ تاني سبب privilege، صلاحيات. بمعنى ايه؟ دلوقتي مثلا لو انا الاي تي مانجر ومعايا كذا كذا حد مثلا في قسم الاي تي، تمام؟ عبد الرحمن انا ده مثلا راجل سي سي ان اي، تمام؟ لكن ابو الوفر ده راجل سي سي اي، انا مش عايزه الاثنين يجوا يدخلوا على الراوتر يلاقوا نفس الاوامر، تمام؟ لا انا عايزه اقضي كل واحد يشوف اوامر مختلفه، عبد الرحمن يشوف اوامر ليميتد لكن ابو الوفر يشوف كل حاجه. لو انا كنت دخلت الاثنين بنفس الباسورد هقدر ان انا اظبط بريفليج على كل واحد؟ لا. تمام؟ ثالث سبب اكونتنج. اكونتنج عندنا اصلا في الشبكات معناها مراقبه، انت بتراقب حد. بمعنى عبد الرحمن دخل على الراوتر وعمل ريلود، لو انا مدخلكم كلكم بنفس الباسورد هعرف مين اللي عمل الاكشن ده، لكن عن طريق الاكونتنج عشان انا مدخله كل واحد بيوزر نيم وباسورد وخاصين بيه، تعالى يا عبد الرحمن عملت كده دي. تمام؟ يعني كان مره اصلا كنت فتحت التلنت على الراوتر وخدت الناس اساسا، كريت لكل واحد في جروب اصلا اكونت على الراوتر وقلت له اعمل تلنت اشتغل على الراوتر نفسه. تمام؟ عيل رخم معاهم اصلا في الجروب قام مدلت الاي بي بتاع الراوتر، فطالما دلت الاي بي ما هم اصلا عاملين كونكت على الراوتر عن طريق ايه؟ الاي بي. تمام؟ لقيت الناس مش تسكت بقى، يا باشمهندس يا باشمهندس اهدوا اهدوا افهم بس في ايه؟ ببص عندي على صفحه الكونسول لقيت مثلا فلان عمل كذا، انت يا زاد عرفت ازاي؟ هو ايه اللي عرفت ازاي؟ تمام؟ عملها مرتين، بعد كده خليته قاعد زي الكرسي اللي قدامه، يعني مش دللت الاكونت بتاعه بس خليته قاعد مش عارف يلمس الراوتر اساسا، ما هو حقي، يعني انا اصلا اول مره انت غلطت غلطه زي دي حطيت الاي دي تاني، الناس بدات تكونكت تاني قمت عامل نفس الحركه تاني، لا في داهيه بقى، صح؟ مش يستاهل؟ تمام. المهم اصلا لو انا كنت دلوقتي كلهم مكريتالهم باسورد بس وخليتهم كلهم يدخلوا بنفس الباسورد كنت هعرف مين اللي عمل الاكشن ده؟ وضحت كده؟ يبقى تاني اليوزر نيم والباسورد افضل من الباسورد بس، تمام؟ يبقى لوجن هدخل بباسورد بس، لوجن لوكل هدخل بايه؟ يوزر نيم وباسورد. ايه لوكل دي بقى؟ ده الراوتر بتاعي، تمام؟ ممكن ان انا اكريت الداتا بيز لوكالي على الراوتر، الداتا بيز المقصود بيها يوزر نيم مالك باسورد كذا، يوزر نيم عبير باسورد كذا، يوزر نيم محمد باسورد كذا، تمام؟ او ممكن ان انا اوصل الراوتر ده على سيرفر، تمام؟ والسيرفر ده هو اللي هيبقى عليه الداتا بيز، هو اللي هيبقى عليه ايه يا شباب؟ الداتا بيز، اليوزر نيم والباسورد، اليوزر نيم والباسورد، تمام؟ واخلي الراوتر يكونكت على السيرفر بحيث ان اي حد يجي يكونكت على الراوتر سواء بالكونسول او التلنت، الراوتر يبعت الكريدنشلز اللي هي المقصود بيها اليوزر نيم والباسورد للسيرفر، والسيرفر هو اللي تشيك اجينست الداتا بيز اللي موجود عليه يقول دخلي الراجل ده او مش تدخليه. السيرفر ده يتعمل ازاي؟ في طرق كتير جدا، على سبيل المثال ممكن اجيب من سيسكو سوفت وير اسمه اي سي اس او الافضل منه دلوقتي ايس. الاي سي اس ده اوت اوف سيل بطل يتباع. وسواء الاي سي اس او الايس في منه سوفت وير في امايا تشتغل في امير او في منه كمان جهاز هاردوير ابليانس جهاز هاردوير سواء ده او ده. تمام؟ مجرد ما بحول الجهاز بتاعي اساسا او بسطب عليه الاي سي اس او الايس او بجيب الهاردوير بتاعهم انا كده اساسا سطبت على السيرفر بتاعي سيرفر اسا بروتوكول زي راديوس او تيكاكس بلس. وان شاء الله قدام مش تستعجل على رزقك، قدام هخلي لكم باذن الله هقوم لكم سيرفر راديوس وتيكاكس ونشتغل على الاثنين ونشوف ايه الفرق ما بينهم ان شاء الله. وفي سيناريوهات اكتر من كده بكتير، في ممكن سوليوشنز اكتر من كده، احنا بس مركزين على الاي سي اس والايس على اساس ان الكورس بتاعنا سيسكو، انما في برودكتس لشركات ثانيه. واضح كده؟ يبقى تاني الراجل اللي هيكونكت على الراوتر المفترض دلوقتي حاجه من الاثنين، يا اما ان انا اتشيك على الداتا بيز اللي موجوده على الراوتر ذات نفسه لوكالي على الراوتر ذات نفسه، تمام؟ او ان انا اخلي الراوتر يبعت الكريدنشلز لمين؟ للسيرفر. برضه دردشه مع بعض، مين افضل؟ اخلي الداتا بيز لوكالي ولا على السيرفر؟ سيرفر. ليه؟ الاكيوريت هتبقى اللوكال، لكن ان هو مثلا مور سكيور ان انا افضل ان انا اخليها على السيرفر. حد عنده رأي تاني؟ كلمني نقول على
انت يا مش مذاكر المنهج القديم يلا؟ ما هو ما بقاش عارف اي حاجه. ايه؟ ما بقاش عارف اي حاجه. ما بقاش عارف اي حاجه؟ انت جايب الشغل؟ جايب الشغل اصلا من ساعه لما كان اختار مثلا صرف الرؤيه ولا مثلا حاجه. طيب اولا ممكن اعمل اكتر من صرف. وممكن اخليه يبص على السيرفر ولو السيرفر مش قابله يبص على اللوكال داتابيز. دي كلها تظبيطات بنعملها تمام. بص يا شيخ، لو انا شغاله دلوقتي في انتربرايز صغيره، شركه صغيره فيها 5-6 راوتر تمام. كنت دلوقتي ان انا شغاله في قسم الاي تي، جه عبد الرحمن هيشتغل معانا اساسا في الشركه، لو انا لفيت على 5-6 راوتر وعملت له اكونت وكمان هظبط له البريفليج بتاعته، انا بتكلم في 5-6 راوتر مفيش مشكله تمام. لكن لو انا بتكلم في انتربرايز كبيره فيها مثلا في بعض الانتربرايزز في منطقه الكور بس بال 200 راوتر وال 500 راوتر كمان، يعني مثلا شركه زي تي داتا عندها كام راوتر مربطين اصلا الجمهوريه ببعضها تمام. جه دلوقتي عبد الرحمن يشتغل معانا في قسم الاي تي، هلف على ال 500 راوتر مثلا اعمل له اكونت وكمان اظبط له البريفليج او الصلاحيات بتاعته. سوري عبد الرحمن، يولع عبد الرحمن صح. ميزه السيرفر ده بقى انه بيخدم على اكتر من راوتر واكتر من فاير وول واكتر من سويتش تمام. يبقى انا بكريت الداتا بيز عليه سنترلايز، بكريتها مره واحده بس، هظبط له الاكونت بتاعه والبريفليج بتاعته مره واحده بس، والف على الراوترز اللي عندي في الشركه كلها اقول لهم بصوا على الداتا بيز اللي موجود على السيرفر ده تمام. يبقى تاني مين الافضل على حسب السيناريو اللي انت شغال عليه. لو انت شغال في سيناريو بسيط 5-6 راوتر زي ما اتفقنا، انا عن نفسي افضل ان انت تعمل الداتا بيز لوكالي. ليه؟ السوفت وير او الهارد وير بتاع الايس او الاس اس غالي مش رخيص، بفلوس محترمه تمام. فالموضوع مش مستاهل ان انت تدفع المبالغ دي كلها، لف على 5-6 راوتر وظبط له البريفليج وخلاص تمام. لكن لو انت بتتكلم في انتربرايز ضخمه، شركه مثلا زي شركه وين، اكيد عندهم رز كفايه يعني ان هم يشتروا سوفت وير او برودكت اسفل زي الايس. وضحت الفكره كده؟ يبقى لو لارج بزنس يبقى ريكومندد السيرف، سمول بزنس ريكومندد اللوكال داتا بيز. كون ان انا قلت له بقى هنا دلوقتي لوجن لوكال، لوكال دي معناها بص على الداتا بيز اللي موجوده لوكالي على الراوتر، بص على الداتا بيز ايه؟ اللي موجوده لوكالي على الراوتر. فين الداتا بيز دي بقى؟ هطلع بعد كده على الكونفيجريشن مود وابدا ان انا كريتها. يوزر نيم، مالك، باسورد، سي مثلا 1 2 3. تعالوا نتست كده. قبل ما تست، في ناس تقول لي طب مش المفترض ان اليوزر نيم ده تكريتيه برده تحت اللاين كونسول، لاني هدخل دلوقتي على اللاين كونسول باليوزر نيم والباسورد دول تمام. طيب قدام ان شاء الله هنتعلم اصلا ازاي ان انا اكونكت على الراوتر بالتلنت او في طرق ثانيه تمام. فبدل ما كريت الداتا بيز دي مره تحت اللاين كونسول ومره تحت التلنت ومره تحت مش عارف ايه ومره تحت ايه، ليها استخدامات كتير، بدل ما اعملها تحت كل لاين كذا، طب ما انا اعملها مره واحده في الكونفيجريشن مود وانده عليها بالامر بتاع لوجن لوكال وانتهينا. مش احنا اتفقنا جلوبالي على الراوتر يبقى كريت مره واحده؟ وضحت كده؟ تعالوا تست بقى كده. كنترول زد اكزيت. المره دي طلب مني ايه؟ يوزر نيم وبس. تعالوا كده نكتب عبير 1 2 3. ايه ده؟ ايوه، وده اللي اقصده بلاير اوف سكيورتي. لما انا كتبت اليوزر نيم غلط الراوتر مش استنبه وقال لي انت كاتبه يوزر نيم دازنت اكزيست. ما هو لو كان عمل كده الراوتر او الاتاكر هيستثني اليوزر نيم ده. هو استنى لغايه ما انا كتبت الاثنين وبعد كده اداني ايرور تمام. وده اللي كنا بنقول عليه لير اعلى من السكيورتي، ان الاتاكر دلوقتي مش عارف المشكله فين. انا كتبت الباسورد صح لكن المشكله كانت عندي فين؟ في اليوزر نيم. نكتب بقى صح تمام. نفس المشكله لو جيت قلت له هنا دلوقتي شو رانينج تمام، لقيته هنا بيقول لي ايه؟ يوزر نيم مالك باسورد 0 1 2 3. 0 دي انا مش كتبتها صح، هي موجوده اصلا باي ديفولت. ده معناه ان الباسورد ده كلير تكست. معناه ايه يا شباب؟ ان الباسورد ايه؟ كلير تكست. لو انا دلوقتي كنت لسه كاتبه الامر بتاع سيرفيس تست انكريبشن كانت هتظهر 7 والباسورد دي هتبقى متشفره. واضحه؟ طيب كده شفنا النوع الاولاني اللي هو السجن. عايزه بقى نتعلم دلوقتي الام دي 5. الفكره بتاعت الام دي 5 والاس اتش اي نفس الفكره، بس الموديل بتاعي اساسا قديم شويه مش بيسبورت الاس اتش اي، لكن الاثنين نفس الفكره. فاللي هوريه لكم دلوقتي الام دي 5 تمام. عشان تشفر دلوقتي اليوزر نيم او اسف تشفر الباسوردات بالام دي 5، انا مش عندي امر يلم الليله كده زي ال7،
يعني في 7 كان هو امر سيرفيس بس انكريبشن وانت هنا تمام. ان انا هنا في الام دي 5 قال لك لا كل طريق كل باسورد وليه طريقته اللي بشفره بيها بالام دي 5 تمام. فمثلا لو انا عايزه دلوقتي اكريت يوزر تاني يوزر نيم تمام عبير واقول له سيكريت سي مثلا 456 كون ان انا قلت له دلوقتي سيكريت يعني ده معناه ان الباسورد ده هيبقى متشفر بمين بالام دي 5. تعالوا كده نتاكد لو قلت له شو رانينج كونفيج لو نزلت كده يوزر نيم اليوزر نيم مش بيتشفر اللي بيتشفر هو مين الباسورد تمام سيكريت 5 ده معناه انه متشفر بالام دي 5. شايفين المنظر عامل ازاي في الاس اتش اي هتلاقي حاجه محترمه كده تمام. طيب الباسورد او التشفير اللي قدامكم ده ممكن انه يتعمل له ديكريبشن ممكن يتفك التشفير من عليه. لو حبيت دلوقتي ان انت تعمل ديكريبشن فك تشفير سواء للام دي 5 او الاس اتش اي تمام في عندك طريقتين من فك التشفير. الطريقه الاولانيه البروت فورس اتاك. الطريقه الثانيه الريمبو تيبل اتاك. نمسك واحده واحده. بروت فورس المقصود بيها ايه؟ ان في برامج بتشتغل كده نظام تبديل وتوفيق تفضل تجيب كل الاحتمالات عشان توصل للباسورد تمام. فعلى حسب بقى قوه الباسورد اللي انت حاططها. يعني مثلا اللاب القديم بتاعي اللي قبل ده كان الترنت بتاعته 8 جيج تمام. لما استخدمت طريقه البروت فورس اتاك وحطيت باسورد 1 2 3 جابوا لي بعد 9 دقائق بالظبط تمام. في برامج كتير جدا بتستخدم البروت فورس اتاك. في مواقع اونلاين كتير جدا بتستخدم البروت فورس اتاك. حتى الموقع ده تمام بص تحت هنا بيقول لك ايه سيسكو اي اس تايب 5 سيكريت باسورد. فلو دخلت عليها هتكتب الباسورد هنا وتقول له كريك المفترض برضو ان هو هيبدا هيطول كده شويه لغايه ما ايه ما يجيب لك الباسورد تمام. وعلى حسب تاني اولا البروسيسنج بتاع اللاب بتاعك يكون قوي لان ساعتها اساسا كان البروسيسور بتاعي 100%. لما حطيت باسورد 1 2 3 4 5 سبت اللاب ودخلت نمت صحيت ثاني يوم لقيته خلاص وصل ل 90%. قلت تولع سيسكو على اليوم اللي الواحد شاف فيه سيسكو البروسيسور 100% كفايه كده عليه تمام. فانت دلوقتي لو حاطط باسورد كومبلكس ارقام وحروف سبيشال كاركتر تمام وعلى حسب البروسيسنج بتاع اللاب وفي برامج بتوزع الحمل على كذا جهاز عشان استفيد من البروسيسنج بتاعها كلها فعلى حسب العوامل دي كلها ممكن مثلا لو باسورد قويه قوي تقعد بالثلاث اربع شهور لغايه ما يوصل للباسورد. وعشان كده سيسكو بتريكومند ان كل 3 4 شهور تغير الباسورد تمام. ده بالنسبه للبروت فورس اتاك. في عندي كمان الريمبو تيبل اتاك. ايه الريمبو تيبل ده؟ ناس كده قاموا مجمعين الباسوردات الشائعه الناس اللي بتحط باسورد 1 2 3 1 2 3 4 5 كلمه في الدكشنري جمعوا اصلا داتا بيز بكل الباسوردات دي وهم بنفسهم شفروها وحطوا لك اصلا قيمه التشفير. فانت تروح واخد قيمه التشفير نفسها ببرامج طبعا وتقارنها بالريمبو تيبل ده. لو لقيت ماتش يبقى الباسورد قيمته كذا. وضحت كده؟ تمام. ده لو حبيت ان انت تعمل ايه؟ ديكريبشن تمام؟ في اي اسئله في الجزء ده لغايه دلوقتي؟ تعالوا نكريت يوزر تاني كده. يوزر نيم محمد بريفليج 15 باسورد او سيكريت مثلا 789. احنا عرفنا ايه الفرق ما بين باسورد وسيكريت. باسورد الديفولت كلير تكست وكبيري اشفرها بال7 سيكريت من اولها كده انت بتشفرها بايه؟ بالام دي 5. هنا بقى ايه الزياده اللي انا عملتها؟ حطيت في النص كلمه بريفليج 15. تعالوا بقى دلوقتي الوج اوت اكزيت وندخل تاني كده. بصوا الاول هنا بيقول لي ايه؟ كونفيجرد فروم كونسول باي مالك تمام؟ وضحت؟ ندخل بقى بمحمد الباسورد بتاعتي 789. حد كده قوي الملاحظه يقول لي محمد تاثيره ايه؟ دخل على الانيبل دايركت تمام؟ ليه بقى؟ دلوقتي هفترض ان محمد ده راجل سي سي اي بقى ومعدي تمام؟ كمان شويه باذن الله هنتعلم ازاي ان انا احط باسورد على الانيبل مود من كتر اخترته. ده فيه شوراني ده فيه ريلود تمام؟ فمن كتر اخترته اساسا هنتعلم ازاي ان انا احط عليه باسورد تمام؟ محمد ده زي ما اتفقنا راجل سي سي اي تمام؟ يجي يدخل على الراوتر مثلا دخل على اليوزر مود بعد كده يجي يدخل على الانيبل مود يطلب منه باسورد كمان. ايه يا عم الصداع ده؟ هو مش عايز كده هو عايز يدخل يشتغل على طول. عشان كده وانا بكريته حطيت له في النص بريفليج 15 عشان يدخل دايركت على الانيبل مود. طبعا لو عمل ديسيبل هو اللي عمل كده لما يجي يدخل تاني هيكتب الباسورد بتاع الانيبل تمام. عايز افهم بقى ايه تاثير بريفليج دي يعني ايه؟
لو انا دلوقتي انا في انهي مود دلوقتي؟ ده اليوزر مود تمام؟ لو قلت له هنا شو بريفليج؟ قال لي ان انا في بريفليج ليفل كام؟ واحد. طب لو قلت له انيبل وقلت له شو بريفليج؟ قال لي ان انا في بريفليج كام؟ 15. ايه ده؟ سيسكو قسمت الصلاحيات بتاعتي زي مثلا جهاز الكمبيوتر، لو انت بتدخل عليه هو اليوزر العادي زي الادمنستريتور؟ لا، الادمن يقدر يعمل كل حاجه، اليوزر تقريبا مش يعرف يعمل اي حاجه، تمام؟ نفس الكلام، سيسكو قسمت الصلاحيات اصلا على الراوتر من 0 لغايه 15، اقواهم ال 15، كل ما بتعلى في الرقم كل ما بتزيد في الصلاحيات بتاعتك. اقلهم خالص الزيرو. وكريتيت لك باي ديفولت 0 و1 و15، كريتيت لك ايه؟ 0 و1 و15، وثبت لك اللي في النص ان بتوين اساسا انت اللي تكريته. تمام؟ انت دلوقتي لو كريت يوزر عادي جدا زي عبير وزي مالك، تمام؟ باي ديفولت هياخد بريفليج واحد، وعشان كده لما جه يدخل على الراوتر دخل على المود اللي ليه نفس البريفليج اللي هو يوزر مود. لكن لما كريت محمد اديت له صراحة بريفليج ليفل كام؟ 15، فلما جه يدخل دخل على المود اللي ليه نفس البريفليج اللي هو 15. تمام؟ طب بصوا كده، لو قلت له انيبل او ديسيبل 0 وقلت له هنا استخدم الهيلب كده، ده كده انا دخلت على مين؟ بريفليج ليفل 0. شايفين كمية الاوامر عاملة ازاي؟ 5 اوامر. تمام؟ انما لو كنت دخلت على اليوزر مود العادي من غير ما احدد 0، بص لو استخدمت الهيلب ادي على الاقل في صفحتين يعني من الاوامر. تمام؟ يبقى تاني سيسكو كريت ايه؟ 0 و1 و15، اقواهم 15. واضح تاثير بريفليج ليفل 15 يعني ايه؟ تمام. طيب كده اتعلمنا ازاي ان انا ادخل على الكونسول بباسورد او بيوزر نيم وباسورد. سؤال؟ جزئيه حضرتك انا اعرف ان مثلا الزيرو ده بياكت فين وال1 ده بياكت فين و15 يعني كل واحده من دول فين المكان بتاعها ازاي؟ في تيبل اعرف منه؟ طيب في اصلا في التراك في القناه عندي تمام؟ في فيديو بس في الليفل بتاع السيسن اي سكيورتي تمام؟ الكلام ده بقى مش كلمتين، انا مش شارحاه كلمتين كده، انا شارحاه بقى محاضره كامله. وعن طريق حاجه اسمها بارسر فيو، افضل بكتير جدا كمان من اللي انا بشرحه. عن طريق البارسر فيو انا بخلي كل واحد فيكم يجي يدخل على الراوتر يشوف اوامر مختلفه نهائي عن التاني، لان الطريقه اللي انا بشرحها ليها عيوب، فشرحها بالتفصيل عيوبها ايه وازاي تظبطها افضل عن طريق البارسر فيو. فطالما انت انترستد فيها ادخل بص بص كده فيها سريعه، وبعد كده اسالني في الاسئله اللي انت عايزها دي. ماشي؟ ها تمام نكمل. ندخل بعد كده على مين؟ الباسورد على الانيبل. تمام؟ عشان دلوقتي ادخل على او احط باسورد على الانيبل مود سيمبلي، وانا في الكونفيجريشن مود هقول له انيبل باسورد سي مثلا 1 2 3. تعالوا نتست كده، لو جيت طلعت بره الراوتر خالص تمام؟ بص هنا بيقول لي فروم ايه؟ او باي مين؟ محمد. تمام؟ تعالوا ندخل دلوقتي بعبير. عبير كانت 4 5 6، عبير كانت واخده بريفليج واحد فدخلت على اليوزر مود. تمام؟ لما تيجي تدخل على الانيبل هيطلب منها باسورد، انما محمد قلنا تاني هيدخل دايركت على الانيبل. عبير بقى لو مستواها على قد كده وضعيف انا ساعتها مش هكون مديها الباسورد بتاع الانيبل، فمش هتعرف تكمل. تمام؟ 1 2 3 دخل تاني. بس نفس المشكله، لو جيت قلت له دلوقتي شو رانينج؟ قال لي الانيبل باسورد ايه؟ كلير تكست. الباسورد ايه يا شباب؟ كلير تكست. عشان كده الافضل بقى منه اللي هو السيكريت باسورد. السيكريت باسورد برضه بستخدمه عشان ادخل على الانيبل مود، تمام؟ بس الفرق ان الباسورد بتاعته بتبقى متشفره بالام دي 5. الباسورد بتبقى ايه؟ متشفره بالام دي 5. تعالوا كده نجربها. هقول له هنا انيبل مش باسورد بقى، ها؟ ايوه سيكريت سي مثلا 4 5 6. تمام؟ بص لو قلت له هنا شو رانينج؟ قال لي هنا الانيبل سيكريت 5 يعني ايه؟ متشفر بالام دي 5 ودي كنت التشفير، والانيبل باسورد كبير اشفرها بال 7. تعالوا نطلع بره دلوقتي كده ديسيبل، واجي ادخل تاني على الانيبل على الكيبورد قدامكم اهو، 1 2 3 مش راضي يدخلني، 4 5 6 دخلني، 1 2 3 مش راضي يدخلني، لكن دي دخلني بيها. ده مش عشان الترتيب، لكن كل اللي فيها ان الراوتر دلوقتي لقى قدامه اثنين باسورد، واحد ضعيف، الاثنين بيدخلوني على الانيبل مود، واحد ضعيف والثاني قوي، هيفضل مين؟ الاقوى. لو انا لغيت دلوقتي الانيبل سيبريت هيدخلني بمين؟ بالانيبل باسورد.
في ناس تقول لي طب السؤال بقى المنطقي، ليه سيسكو اصلا محتفظه بالانيبل باسورد طالما الافضل ان انا اشتغل بالانيبل سيكريت؟ تمام. بالمناسبه الفاير وولز دلوقتي حتى بتاعت سيسكو كلها لغوا فيها اساسا الانيبل باسورد، كل شغلي فيه ايه؟ سيكريت بس، كل شغلي فيه متشفر. دي الفاير وولز بتاعت سيسكو. تمام. هنا بقى في الموديلات بتاعت الراوترز حتى الجديده ليه محتفظين بالاثنين؟ قال لك الاجابه بقى عشان الباكورد كومباتيبلتي. الباكورد كومباتيبلتي بمعنى ايه؟ ايه رايك ان انا ممكن اجي على الراوتر ده كده اقول له شو رانينج وابتداء لغايه الاخر بقى، ابتداء من السطر ده لغايه تحت خالص، يعني اقول له مور، تمام، اخد كوبي من كل ده واجي على راوتر تاني خالص في الكونفيجريشن مود اعمل بيست، يبقى انا كده بنقل الكونفيجريشن من راوتر لراوتر. هفترض بقى ان الراوتر اللي انا بنقل عليه الكونفيجريشن راوتر قديم وعلى قد حالاته كده يعني، فمش بيفهم السيكريت، مش بيفهم الام دي 5، فعلى الاقل لما يدي ايرور في الحته دي بس على الاقل يبقى عليه بس على الانيبل مود. اه صحيح ضعيف جدا حتى لو اتشفر بالسيكريت بال 7 اسا بيتضرب، بس اتليست يبقى انت حطيت عليه باسورد. واضحه؟ اخر هنتايه بس عشان يبقى خلصنا الجزء ده، لو انا جيت هنا قلت له انيبل سيكريت 1 2 3، مش الانيبل باسورد في حالتي 1 2 3، لو انا خليت الانيبل سيكريت نفس القيمه انتر، اقرا كده the enable secret you have chosen is the same as your enable password. This is not recommended. Re-enter the enable secret. اللي يقرا re-enter the enable secret دي يتهيأ له ان هو مش قابل الباسورد وعايز قيمه جديده. لا هو قابلها. بس شكل كده الاوتبوت يديك ايحاء كانه ايه؟ بيقول لك لا حط لي قيمه ثانيه. تعالوا نتست كده. لو قلت له دلوقتي disable هدخل دلوقتي اهو 1 2 3 دخلني بيها. اي اسئله في الجزء ده يا شباب؟ تمام.